انت بتعرفي وانا قلت لك كيف الانفايرمنت، وقلت لك قديش من عيني نحن لنضلنا مخليين حالنا ديسنت، بس sometimes في اشياء بيضايقوا بيجرحوا بيصدموا، بس الواحد بده يعرف ايال وورث يتضايق من شانه وايال وورث ما يتضايق من شانه. اهم شغلة انت عم تعمليها انه ماشي مثل الترين، عم تعملي شغلك وكل اللي حواليك ببعبعه، بس انت عم تعملي شغلك، ضلك عم تعملي شغلك وما تخلي هالاشياء تضايقك وتأثر عليك. موجودين بكل زاوية بكل محل موجودين، وبتتفاجئي امرار بناس اصحابك وكتير قراب منك بيطلعوا بالاخر بيتحولوا بيصيروا هيك. انت اكتر واحدة بتعرفي هالتجربة، مشان هيك بدك تعرفي ايمتى محرز تعملي ثورة وحرب وايمتى ما بتحرز. انا برأيي انت عم تعملي ثورة بالافلام اللي عم تعمليهم، ركزي على الشغلة. حاول يلاقي طريقة يخفي وجعه، يخفي فيها وجعه، يعمل حلو، يعمل تكتيك، يسيطر على الشيء، كل الأشياء ما تتماشى تماما. كل واحد بده يعيش ببيروت من أيام زمان كتير كتير لهلا، كل واحد عم يجرب يلاقي تعريف لبيروت يفهمه، بس هي الحقيقة مجرد مدينة فيها تعدد، فيها أمرأة جميلة، فيها رجل جميل، فيها شاعر، فيها كاتب، فيها فنان، فيها شحات، فيها عربي، فيها أجنبي. بطبيعة الحال بدها تكون مش مدينة عادية وما فيها نظام، إذا بتكون مش مدينة عادية أكتر. وكل الناس بحبوا بيروت وبحبوا يفلوا منها. بيروت شيء ما بيشبه شيء.